بالنسبه للنتيجه اللي صارت معليش يعني مول فتره كيما هكا يعني كاع الناس تخسر وتربح، حنا نقول لهم رانا معكم وهذه ماشي النهايه. ان شاء الله يكون الاحسن، نتوقع الاحسن بهذه ليكيب. معليش مالغي واش صرا حنا بزاف علينا، دينا لا كوب دافريك اون بليس كوب داراب، يعني حاجه تشرف بزاف، وسلسله 35 بلا هزيمه يعني حاجه تشرف. ماهيش سهله في ال ما راهي سهله بيان سور، ماهيش سهله، ونتمنى ان شاء الله الاحسن. وراه جاي يعني كاين بعض الناس تشمت فينا وفوالا ومنا ومنا ومنا، معليش احنا ما نديروش عليهم، لان يعني الناس كاع كامل تنوض طيح وتنوض طيح وتنوض. هذه مباراه فيها رابح وخاسر، هذه مستحيل احنا نقعدوا غير نربحوا، هذيك انا وانا مستحيل نربحوا ونربحوا بزاف علينا، خلينا نريحوا شويه من الربح. النتيجه المتوقعه هاي ان شاء الله يا ربي راح تكون يعني في الكوب دي مونز، عم نديروا دور حسن ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي راح نوصل ان شاء الله، وعلى هلا ان شاء الله يا ربي نوصل لفينا ان شاء الله وعلى هلا. كيما تاع لارمون اللي فاتت تاع 2014 يعني كانت فيها نتيجه، هذيك ليكيب اللي كانت بصح يعني ضروك يعني تكون ان شاء الله تكون نتيجه حسنه، متوقع اكثر ان شاء الله يا ربي. احنا ديما مع جمال بالماضي، نقولوا له ان شاء الله يا برك ما تزعفش برك ان شاء الله يا ربي، عادي احنا ديما معاك يعني ما نلوموكش، يعني شفنا الجهه تاعك وشفنا التعب تاعك، ان شاء الله يا ربي تفرحونا ان شاء الله يا ربي، وحنا ديما مسانديكم. السلام عليكم. مباراة كانت مليحة، القرعة عجبتني من طاحت مع كاميرون، وإن شاء الله بربي نربحو دوحة ومازال نتأهلو إن شاء الله كأس العالم. هيا وكاميرون بروحها ماهيش الأخرى، ماهيش حاجة صعيبة زعما اللي نقولو ما نربحوش ولا، إن شاء الله بربي وربي يحفظ برمادي وهذا مكان. بسم الله. والاولى مرحبا بكم في مسخاليم قناه انيس. ايوا عمك عبد القادر من الماشره. قلت لي على الفريق الوطني والقرعه نتاع كيسموها نتاع الكاميرون، هذه شابه والله الا مليحه، هذا ربي يبغي كيما يبغي يدير يدير لك. خسرنا بصح غادي ان شاء الله ننجحوا، ان شاء الله ننجحوا ننجحوا مع الكاميرون والالي والوتر ان شاء الله، وترجع الجزائر كيما بكري. الجزائر شوف الجزائر ما تطيحش، الجزائر ماتوا عليها شهداء ومات عليها مليون شهيد، انا واحد منهم، انا ولد شهيد. الجزائر هذه مسقيه بدم تاع شهداء، والبارو ترجع كيما بكري، والله ان شاء الله بربي غي ترجع كيما بكري. نقولوا بالماضي معاك خاسر ولا رابح، فرحتنا في مصر جيت فرحنا ان شاء الله في كاس العالم، ومرحبا بكم مباشرة. الدورة بروحها سيتا ان كو بريباري للجزائر، هذه باينة. والزوجة تاع لا كوب دي موند فاني داروها بالعاني باش يرجعوهم ثم للسطاط غير هو، وباش فاني يطيحوا الجزائر. هذه هي السيستم اللي كان سيتادير موجدينه. هما اللي كاع لي كون اللي صراو للجزائر هذو كاع كل غير من عندهم، غير من عند الكاميرون. ودول الفاصل ايه؟ دول الفاصل يعني طحنا معاهم في كاس العالم. ايه طحنا معاهم في كاس العالم، الدور الفاصل تاع كاس العالم، الفاصل راهي قلت لك راهي باينه. سيتان داروا القرعه هذه ماشي زعما ماشي صحيحه. القرعه مواسم مشوشه شويه، ماهيش خاطر هما باش يرجعوا الجزائر يرجعوها للسطات هذاك. علاش باغي يرجعوها للسطات هذاك؟ كاينه حاجه بون القرعه تاع لا كوب دي موند. حنا اون افي با الشوا، شوف كاع لي زيكيب اللي كتكاليفيو بور الديرني تور تاع لا كوب دي موند سي دي زيكيب دو فالور وعندهم مستوى. بون الناس راهم يهضروا يقول لك اودي الكونغو، دي فوا يهضروا على المالي، الو كو سوا الكونغو بيتيت كونغو ان دوغري موان، مي المالي ولي زيكيب كاع اللي راهم كافي لا كوب دي موند كاع راهم عندهم مستوى. والدليل على هذا شفنا النيفو في لا كوب دافريك، كو سوا ليكيب غيني اكواتوريال، كو سوا مالاوي، كو سوا شفنا باللي النيفو راه ابوبري نيفيلمون في النيفو تاع تاع لي زيكيب. دونك انا بالنسبه ليا
الكاميرون اللي طحنا معاها او كونترير بالك يعني بالك عسى تكرهوا شيئا فهو خير لكم. او كونترير الكاميرون لعبنا ديجا في الكاميرون نعرفوا البروبليم تاع الكاميرون نعرفوا لي ستاد نعرفوا الجو نعرفوا المناخ نعرفوا دونك كنا بوكو بليس دو شانس مع الكاميرون كذا كاين نوتر ايكيب. كنت احنا مع السنغال ولا احنا مع لي فوازان تاعنا يا بوكو دو بريسيون يا بوكو دو دونك انا بالنسبه ليا وراني متفائل باللي مع الكاميرون ما نقولكش اودي باللي اون بار فافوري 100% بصح 50-50 كاميرون عندنا دو غران شونس باه نديرو ان بون ريزيتا في الكاميرون وريتور لهنا ان شاء الله ليكيب تاعنا يعني مالغري كو ليكيب تاع الكاميرون ثاني سي دي جوار دو فالور اكسيتيرا ان شاء الله الى ربي حيانا بالك غادي تفكرني وراك مسجلني اكسيتيرا. قلت لك انا راني عاطي اون تيرم دو بورسونتاج بالنسبه للمئويه حنا عندنا 80% حتى 90% باه حنا نفوتوا